على بالكم البارح ما قدرتش نرقد، حاكم تليفوني بقيت غير نطلع ونهون، ما قدرتش ما با غمض هذ العينين وكتبت هذا النص. نبيلة سمحينا بالك راح يكون شوية حزين، بديتو بدعاء كما كامل المسلمين، إن شاء الله توصل الدعوة ويا رب ينصر فلسطين. اسمعوا مليح، البارح في ثانية ماتوا 500، شفت الفيديو والله غير حسبته مشهد من المشاهد السينمائية، لكن دماء كانت حقيقية وللأسف دماء فلسطينية. فهمتش أسوبون عدمت الإنسانية؟ كي قريت تاريخ بلادي كيف تحرر لقيتها واقعيه، بصح القضيه الفلسطينيه محال تكون صح. من عدم يتسنى يولي يقولوا بلي هذه قصه خياليه، دونك سمحوني بروفيتي ومن جو راديو نسمع صوتي، بلاك يجي نهار وين هذه الكلمات يشفعوا لي في موتي. الا الشعب الفلسطيني ربي كيجيب لي بنادم يعني يبغيه، وبالدعم الرباني هذا المشكل مهما طول راح تحليه، والكيان الصهيوني راح تمحيه. الا القدس سامحينا وما تقوليش الجزائري ما عندوش عزه نفس، يحلوا الحدود، انا واحد من الناس ندافع عليك حتى لاخر نفس. الا غزه الله غالب بلا دعاء رانا عجزة، ديروا ثقة في ربي اللي نجان يونس وموسى، ماشي بعيد عليه يدير معجزة. اليوم دي سيديت نلبس الكوفية اللي هي رمز من رموز فلسطين للثورة التحريرية، ونكتب هذا النص اللي كتبته بقلبي ماشي بيدية. يا رب يا قهار نساو رجال صغار وكبار أراهم تحت الدمار، ورينا العظمة نتاعك وعاون خاوتنا فلسطين لإخراج الاستعمار.